مرة تانية رجعنا لكل حضراتكم وفقرة في منتهى الأهمية، لأن الحقيقة أن مبادرة حياة كريمة مش بس مباني جديدة، مش بس طرق ممهدة، الحقيقة أن حياة كريمة مشروع قومي شامل لتغيير حوالي 60 مليون مصري في الريف المصري تحديدا. وعشان نكون صراحة، الست هي أكبر مستفيد من هذه الأعمال أو من هذه المبادرة. ليه؟ لأن اديني ست واخدة حياة سليمة كريمة هتديني جيل سليم كريم، هيديني وطن سليم كريم. فالنهارده هنتكلم مع ضيوفنا عن حياه كريمه، هذه المبادره، واشكال الرعايه والدعم اللي بيتوجه للست في الريف المصري، من اول الدعم الاجتماعي للاقتصادي للتمكين للرعايه الصحيه في كل جوانب الحياه. بنرحب في استوديو النهارده معانا الاستاذه ندى عبد الله، منوره الدنيا، اهلا بحضرتك. ومعانا الدكتور حمدي ممدوح، اهلا بحضرتك، منور الدنيا. وعندنا أسئلة كتيرة جدا هنستفيد فيها بقدر الإمكان عشان نوصل للمواطن يعني أهداف وإنجازات حياة كريمة. أهلا بيكي طبعا أستاذة ندى عبد الله ودكتور حمدي. بداية عايزين نعرف التنمية المتكاملة لصالح المرأة في الريف أو المرأة المصرية عموما، إزاي ماشية بالتوازي مع استراتيجية الدولة لتمكين المرأة المصرية؟ في البداية طبعا أنا قبل ما أبدأ وأجيب سؤالي، أنا بحب طبعا أشكر القيادة السياسية على رأسها طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدائم الدعم ودائم المتابعة لكل المدخلات وكل المبادرات الفرعية اللي بتنبثق من مشروع حياة كريمة. زي إيه بقى اللي هي المسارات المختلفة أو التنمية المتكاملة دي؟ يمكن مشروع حياة كريمة مش بس زي ما أستاذة هبة ما قالت، مش بس قائم فقط على البنية التحتية والبنية الفوقية، ولكن بيراعي البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي والبعد الصحي بالوجه خصوص او بوجه مخصص على المراه المصريه. ده علشان خاطر هدف من اهم اهداف حياه كريمه هو اعاده بناء الشخصيه المصريه المتكامله بكل جوانبها. فكانت المراه هي المركز من كل معظم الموضوعات الفرعيه او التدخلات. ده لان المراه المصريه على مر العصور ليها دور مهم جدا في المجتمع المصري وبالاخص في المجتمع الريفي. يمكن بدايه بالتمكين الاقتصادي ثم التمكين الاجتماعي ثم التمكين الصحي. لما ندخل على التمكين الاقتصادي هنلاقي ان في عدد كبير جدا من التدخلات والمبادرات الفرعيه والبروتوكولات التعاون مع الوزارات والاجهزه المختلفه. يظن البعض ان مؤسسه حياه كريمه هتبقى مؤسسه خيريه فتعطي بقى للسيدات مجرد اعانات ماليه فقط وتسيبهم لحد كده. لا، هو الهدف التنميه المستدامه طبعا. بالظبط، تمام يا استاذه منى. يمكن رقم واحد ان انا كان في قروض ميسره بالتعاون مع بعض اجهزه الدوله، كان في مشروعات تدريب وتاهيل بالتعاون مع اجهزه ووزارات مختلفه. يمكن هنفيد طبعا عنها بالتفصيل دلوقتي حالا. كان في برضو برامج تاهيل توظيفي لكثير من السيدات في الريف المصري مع اختلاف مراحلهم العمرية. طبعا بالإضافة إلى برنامج تكافل وكرامة إلا حدث ولا حرج عن أهميته بالنسبة للمرأة بشكل عام والمرأة المعيلة بشكل خاص. صحيح، تمام. طب أنا هرجع على حاجة بس برضو هروح لدكتور ندى. النهاردة لو أنا بكلم المشاهد العادي اللي قاعد بيسمع كلمة حياة كريمة طول الوقت ولكن قاعد في بيته بصراحة مش عنده ما عندوش الفكرة الكافية، رغم التواصل بتاعنا على وسائل الإعلام، إن ليه حياة كريمة بتدعم المرأة بشكل خاص وإزاي بتدعمها؟ مش معنى المرأة، فبشكل مبسط تشرحيها له إزاي؟ تمام. هي حياة كريمة بشكل عام بتستهدف مجموعة من القطاعات، بتستهدف المرأة المعيلة، بتستهدف الأيتام، كبار السن، ذوي الإعاقة، العاطلين عن العمل. المرأة بتشغل حيز كبير من مبادرة حياة كريمة، هي شريك أساسي في المبادرات والمشاريع اللي بتقدمها المبادرة زيها زي الراجل، بالإضافة إلى أن في مشاريع مختلفة ومبادرات خاصة بالمرأة على حدة، في قوافل طبية خاصة بالمرأة، في مشاريع خاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، في حملات توعوية لمناهضة القضايا اللي بتهم المرأة زي ختان الإناث، زي العنف ضد المرأة، زي التسرب من التعليم، الزواج المبكر وهكذا. فالحاجات ديت كلها بتبقى موجهة للمرأة بشكل أساسي باعتبارها يعني هي القيادة السياسية دلوقتي مدية للمرأة مساحة كبيرة.
نقدر نقول ان مبادره حياه كريمه استكملت انتصار الاراده السياسيه للمراه. يعني المراه دلوقتي بتشغل حيز كبير في استراتيجيه الدوله 2030 في محور كامل عن تمكين المراه اقتصاديا واجتماعيا من خلال مجموعه من المشاريع الخاصه ليها اللي بتستهدف النهوض بالمستوى المعيشي والاجتماعي بتاعها. فالمراه في المبادره يعني هي واخده حيز كبير، بس المبادره انتصرت ليها بشكل حيز كبير. بس اسمحي لي يا منى، هو حيز في محله، ده اللي عايزين نقوله. المراه النهارده يعني غير انها مراه معيله، اغلب الاسر واغلب البيوت واغلب الاجيال اللي بتطلع على كتاف المراه. لو الراجل موجود والحمد لله وبيشتغل وهو عايش، اهي المراه برضو هي اللي شايله عنه المسؤوليات، هي اللي بتربي الولاد. لو ما فيش راجل شايل المسؤوليه فهي اللي بتربي، وهي اللي بتطلع اجيال تخدم البلد، وهي اللي بتكون شايله المسؤوليه الاقتصاديه، وهي اللي بتكون شايله المسؤوليه الصحيه والطبية. فبالتالي هي كل الوزارات على المرأة بالظبط، يعني الرجل بيخدم الشاب وبيخدم يعني الطفل وبيخدم البلد بالظبط. ان احنا نهضنا بالمرأة فاحنا نهضنا بأسرة، يعني هو مش تحيز، هو عملية منطقية، واحد زائد واحد يساوي اثنين. لو بصينا لكل المجالات اللي حضرتك قلتيها دكتور ندى، هتلاقي المرأة المعيلة هي اللي بتربي الأيتام، هي اللي بتراعي كبار السن، هي اللي بتاخد بالها من ذوي الإعاقة سواء جوز زوج أو طفل عندها، فهي ريليتد لكل ده او ماسكه كل الوزارات اللي في البيت الحقيقه. خلينا نتكلم عن الشق الاجتماعي بقى، يعني التمكين الاجتماعي زي ايه؟ يعني احنا خلاص عرفنا الاقتصادي والصحي برضو. اوكي. او هنجيله. هو المبادره بشكل رئيسي بتستهدف يعني اول حاجه ان هي بنيه فوقيه وتحتيه، النهوض بالشكل العام لمستوى الحياه. بس النهوض بالشكل العام لمستوى الحياه لن يكتمل الا ببناء الانسان. يعني المراه جزء كبير من المجتمع. طبعا. فاحنا بنتوجه بالعديد من من خلال مجموعه من المبادرات بالتعاون مع الجهات المعنيه زي وزارة التضامن، المجلس القومي للمرأة. بنعمل حملات توعوية كتيرة، يعني زي مثلا في حاجة أطلقت قريب بتاعت خليكي واعية. في برضو مبادرة بالتعاون مع وزارة التضامن بالوعي مصر بتتغير للأفضل. كل المبادرات ديت وكمان مبادرات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بتستهدف بشكل رئيسي ان احنا نحارب الزواج المبكر، نحارب ختان الإناث، نحارب التسرب من التعليم، اي قضايا تخص المرأة. في كمان اجزاء كبيرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، انشاء فصول لمحو الأمية. دي برضو بتستهدف نسبه كبيره من المراه. انا حابب اضيف برضو على الشق الاجتماعي، ان دايما كل المبادرات اللي بتستهدف المراه او الاسره الريفيه مش بس بتركز على الجانب الاجتماعي، تشمل جوه كل مبادره وكل تدخل في تمكين اقتصادي. حضرتك قلت جمله حلوه جدا قبل دقايق، قلت ما هو المبادره مش مجرد انها بتدي نفقه شهريه للمراه والموضوع خلص على كده، ان مش هيكون لي نتيجه بعد كده لا لصالح المراه ولا الوطن. فعاوزين نركز على ده. في مشاريع صغيره وفي مشاريع متوسطه وفي مشاريع متناهيه الصغر. تمام. في كمان تعليم للمراه اللي حابه انها تاخد حرفه تشغيل. معينه. عاوزين نشرح للناس او للسيدات اللي بتسمعنا دلوقتي في ريفنا المصري لسه ما شاركوش، لسه ما وصلت لهمش المعلومه، ازاي ممكن يستفيدوا من هذه المبادره. تمام. بالفعل طبعا كان في مبادرات فرعيه كتيره جدا انبثقتنا من مبادره حياه كريمه وتعاون مع المجلس القومي للمراه، مع جهاز تنميه المشروعات، تكافل وكرامه وكتير، مشروعك غيرها، مستوره مع بنك ناصر وغيرها من المبادرات اللي كانت بتوفر فرص قروض ميسره للمراه. يمكن القروض كانت في الاول قروض بسيطه مجرد 5000 جنيه او 7000 جنيه، لكن حياه كريمه بالظبط. تمام. حياه كريمه رفعت حد القرض الى 10000، ومن المخطط ان الشريحه اللي بتتعامل معاها في القروض الميسره تزيد الى اكثر من 200000 مستفيد في نهايه عام 2022. مش بس بديله القرض، بتساعده على تدريب بدربه على كمان المشروع. انا بدرب بالظبط جدا، بدربه، اعرفه ازاي يدير المشروع، يختار المشروع جدا، ازاي يعمل دراسه جدوى صغيره على قده. ومش بس كده، ده انا كمان بسوق له منتجاته، بعمل معارض مع وزاره التضامن الاجتماعي والقوى العامله وغيرها، ازاي اسوق له المنتج ده علشان يشوفه محافظه ثانيه، لان كل بيئه ليها بعض الحرف التراثيه، ليها بعض البرامج البسيطه اللي على قدها، زي انتاج الحيوانات الحيوانات مثلا زي الجاموس، الابقار، بالظبط. تمام. عندنا برضو انتاج الالبان، مشاغل الحرف اليدويه، مشاغل الجلود، المكيت اليدوي وغيرها، كل بيئه متخصصة في صناعة معينة.
ازاي انا اخد الصناعه المحليه دي من البيئه بتاعتها واعرضها على بقيه البيئات يشوفوا ويتعلموا ويشتروا كمان، فبسوق للمنتج اللي هم بينتجوه. طب عشان نكون بنشرح للناس بعد اذنك بالصوت وبالصوره، احنا معانا بعض الصور اللي بترصد نجاحات مبادره حياه كريمه، ممكن جميل. نشوف الصور مع حضرتك ومع الجمهور وعلقوا لنا على الصوره اللي هتطلع. حالا الصوره اهي. ايوه هحاول نقرب شويه. جميل تمام. دي بعض التدخلات يمكن كان الشهر الماضي، طبعا ديت بعض القوافل الطبيه المجانيه. يمكن الفتره اللي فاتت كان فيها مئات من القوافل الطبيه اللي غطت معظم قرى مصر. كم محافظه يا فندم دكتور؟ احنا كل المحافظات فيها قوافل طبيه. صحيح. يمكن ما فيش اسبوع بيعدي على اي قريه الا لازم يكون فيها تدخل اجتماع من وزاره التضامن، من وزاره الصحه، من وزارة الثقافة، من وزارة التعليم. الكشف المبكر عن كل حاجة، يعني مفيش أسبوع بيعدي على القرية إلا لازم يكون في فاعلية معينة تبع أي وزارة بالشراكة طبعا مع حياة كريمة في هذه القرية. الحقيقة التناغم الحكومي والوزاري مع بعض لسرعة وصول الخدمات للناس ده الملحوظ في الحكاية جدا جدا يعني. بسرعة جدا يعني مفيش وزارة بتستنى لسه الحكومة لما توافق ولا مفيش تداخل. دي أكتر لا في تناغم بالظبط، ودي أكتر حاجة بتميز مبادرة حياة كريمة. هي المبادرة بدأت بموازنة غير مسبوقة، دراسة غير مسبوقة، تخطيط غير مسبوق، تعاون وتناغم سرعة بالظبط، تناغم يعني احنا ياما سمعنا زمان مبادرات يعني ما تمتش، ايه الفرق ما بينها بالظبط. فالحلو هنا ان المبادره بتتخدم فبتخدم ده حقيقي، بتخدم كمان هي من الوزارات فبتخدم المواطن، والمتابعه الرئاسيه بتزيدها اهميه وتزيدها فاعليه وتزيد تفعيل على ارض الواقع. 60 مليون مواطن رقم مصري ضخم جدا. التناغم كمان بين الوزارات نفسها، مش الحكومه والوزارات، الوزارات نفسها ممكن يبقى محتاج امضاء من وزير الري ولا مش عارفه ايه، وبين الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاعلام والمواطن برضو شريك رئيسي. يعني في ناس، في فرق رصد كبيره بتنزل للارض بترصد المواطن محتاج ايه، عايز ايه، القريه دي ناقصها ايه، المراه المعيله وضعها ايه، كل ده بيتم رصده، بيتم رفعه للجهات المعنيه في المؤسسه والوزارات المختلفه، بيتم التخطيط على اساس الحاجات ديت كلها. ده في الاخر كله بيطلع منتجات، يعني بيطلع نتيجه سريعه ملموسه على ارض الواقع جدا، تضمن استدامه المشروع ده. النهارده لو في امراه مثلا ظروفها بقت ان هي محتاجه حياه كريمه في انها بيتها يتسقف او يتظبط، ومحتاجه تتعلم حرفه، ومحتاجه يتفتح لها مشروع، هل ممكن مواطن او شخص واحد يحظى بكل خدمات طبعاً. المبادره؟ طبعا اشرحوها بقى دي للناس. طبعا هو يمكن اتفضل يا دكتور. لا اتفضل. يمكن الموجود على ارض الميدان بقى القطاع الميداني. يمكن المؤسسه متقسمه طبعا لمجموعه من القطاعات، القطاع الميداني بيرصد احتياج المواطن. سواء احتياج بقى في سكن كريم، احتياج مثلا تدخل طبي، في حد مثلا محتاج طرف صناعي عاجل، في حد تدخل في عمليه جراحيه عاجله، في مثلا تدخل مساعده عاجله، كل ده القطاع الميداني بيرصده على ارض الواقع بالتعاون مع بعض من الجمعيات الاهليه والقطاع والعمل المدني الموجودين بقالهم سنين. موجودين بقالهم سنين على الارض، فبيقول طب احنا عايزين تدخل للحاله دي، الحاله دي محتاجه عمليه جراحيه عاجله. بنفس على طول طبعا بيتواصل مع القطاع الصحي اللي بيوفر له في خلال 24 ساعه تدخل سريع علشان يقدر يحل له مشكلته في اسرع وقت وباعلى جوده كمان. حقيقي. ودكتور ندى زي ما قال استاذ دكتور حمدي ان كمان في مثلا ممكن تلاحظي ان الاسره دي فيها حد عنده حرفه معينه بالظبط، عايز يعمل كشك او عايز يعمل صناعه معينه، الحاجات دي كلها بتتابعوه لحد ما ينتج المنتج بتاعه ويتسوق له. يعني احنا بنرصد الموضوع دوت، بنشوف هو محتاج ايه، بنوفر له. يعني في قروض دلوقتي ميسره مع جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه وبنك ناصر والحاجات دي، في مبادرات كتيره بتخدم الموضوع ده. بنقدم مراكز تدريب برضو، ممكن ندربه على حرفة معينة، بياخد قرض يبدأ. ما بنقتصرش برضو على كده، لا في كمان الجزء التسويقي، يعني هو خد قرض عمل مشروع طلع المشروع منتج، عندنا جزء تسويقي بالضبط. يعني بنضمن استدامة الموضوع دوت، يعني ما بنقفش عند مرحلة معينة في متابعة. طب أنا عندي سؤال، حضرتك قلت إن في زي جهة رصد ميداني قطاع الميداني بقى ترصد أي حالة محتاجة لمبادرة حياة كريمة. طب النهاردة لو في حد هو اللي عاوز يتواصل مع حياة كريمة، سواء في احتياج طبي، في احتياج اقتصادي، في مشروع، في تعليم حرفة، يتواصل هو معاكم ازاي؟ في أي محافظة؟ احنا طبعا حاليا في ظل التحول الرقمي
فصفحة المؤسسة متاحة للجميع، موقع المؤسسة متاح للجميع، الأرقام بتاعة المؤسسة، الأرقام التليفونية لخدمة المواطنين شغالة على مدار 24 ساعة يعني. بترصد برضو احتياجات المواطن، أنا محتاج كذا، طب أنا عندي مشكلة كذا، بيتم تسجيلها وجدولتها. طب أنا كمواطنة بعدت للصفحة أو للموقع وقلت أنا فلانة الفلانية عندي مشكلة كذا كذا ومحتاج تدخلكم، تتعاملوا من هنا بقى ازاي مع المواطن؟ اول حاجه التاكد من صحه الطلب، ما انا ممكن اكون مواطن عشوائي كده بعمل اي حاجه بالزبط. لازم اتاكد. رقم واحد طبعا عندنا طبعا القطاع الميداني بينزل ان هو يزور الحاله دي، يتحقق من الاحتياج اللي هم محتاجينه على الارض الواقع يرصده فعلا. يبعت طبعا الاسره فعلا كلامهم مظبوط، محتاجين واحد اثنين ثلاثه، وهضيف كمان عليهم خلال مده قد ايه؟ يمكن بالزبط. المده ما تتعداش من 48 ساعه، لان التدخل لان احنا منتشرين اقل من كده كبيرة كمان من المتطوعين في جميع انحاء الجمهوريه بجانب فريق الرصد الميداني. اي حاله او اي معلومه حد بيحتاجها بنوصل، بنقدر نوصل بسرعه للحاله دي، بنرصد المجموعه. ما فيش قائمه انتظار يعني؟ هل في ناس منتظره على قائمه الانتظار شويه؟ لا مش التحريات ما تتعمل ولا باسرع؟ لا هي القاعده والتواصل مع الجهات، يعني لسه احنا متكلمين عن التواصل والتناغم ما بين الجهات المعنيه، فده كله ما بياخدش وقت يعني. هي الميزه ان في الخدمه موجوده، السرعه بالظبط. السرعه يعني عامل اساسي في الموضوع، اسرع من كده كمان يعني. في حالات ممكن تبقى محتاجه تدخل جراحي او متدخل مثلا عاجل فده في وقته على طول. احيانا برضو بنرصد من الاعلام يعني مثلا ممكن حد يرصد لايف لي انا عملت حادثه ومش عارف مش عندي عربيه وما اعرفش حصل معايا ايه، تدخل سريع في نفس اللحظه على طول. انا لمست ده بعيني على فكره في بعض الاحداث والمواقف اللي مبادره حياه كريمه اللي في منتهى التدخل العاجل الوقتي من ناس عاديه حطت على السوشيال ميديا بالزبط. انا عندي سؤال، انا النهارده ست مثلا طيبه على قد حالي وما عنديش التعليم الكافي ان انا اخش على الصفحه اتواصل معاكم. جميل جدا. رقم تليفون بقى، خط ساخن ده في حاجه احلى كمان من رقم التليفون إيه؟ يمكن المؤسسه حاليا بدات انها تنتشر وتنشئ بعض من المراكز الخاصه بيها في كل محافظه، يعني كل محافظه دلوقتي هيبقى يعني في بعضها تم افتتاحه في الشهور القليله الماضيه، مركز متكامل في كل الخدمات اللي بتخدم اهل المحافظه دي كلها. الناس ما تعرفش تدخل على السوشيال ميديا بالظبط كده، انا اروح ازور مثلا مركز حياه كريمه في محافظه الدقهليه، فاروح اقول لهم والله انا حالتي 1 2 3 4 ومحتاج كذا، فبيبدا ان هو يرصده ويبعت بقى. طبعا عندنا فريق كبير جدا متطوعين، وانا طبعا احب اوجه الشكر للمتطوعين اللي منتشرين، شباب جدا حقيقة. جدا معانا شباب ثانوي، معانا شباب جامعي، معانا شباب بيشتغل وفي نفس الوقت حابب ان هو يؤدي خدمه ويؤدي عمل تطوعي، بيقوم بعمل منتهى الروعه والجمال والتناسق فعلا مع كل الفرق. بينزل فريق من المتطوعين يرصد فعلا هل الكلام ده مظبوط، يتحقق من الواقعه من كل الناس، مش بس يزوره هو، لا ده كمان يسمع من الاهل فعلا الشخص ده فعلا مش بيصطنع الكلام او لا ده كلام حقيقي، فبيبدا التصرف مباشر من خلال المركز الموجود في المحافظه. انا مش هقول القلقين او مش هقول مشككين، هقول الناس القلقه القلق يا جماعه متطوعين جدا. يعني هو ملوش اي مصلحه ان هو يطمس حقائق موجوده بالفعل او ان هو يداري على حاجه انت محتاجها بالفعل وما يوصلهاش. متطوعين يعني نازلين بحب وبجهد وبضمير فعلا، هينقلوا الحاله زي ما هي وهيساعدوك في حل مشكلتك او مشكلتك ايا كانت هي ايه بمنتهى الضمير، لان هم متطوعين مش مجبرين. ده حقيقي، ده حقيقي. هرجع لدكتور ندى وتكافل وكرامه وازاي بيساهم بشكل كبير في جوده الحياه او مستوى الحياه ضمن المبادره. تمام. هو تكافل وكرامه بيستهدف المواطنين اللي هم بيعانوا من نسبه كبيره من الفقر، سواء محدودي الدخل او ما بيشتغلوش أو المرأة المعيلة. المرأة بتاخد نسبة كبيرة في تكافل وكرامة، يعني واصلة تقريبا ل 78%، في 18% منهم بس مرأة معيلة. تكافل وكرامة بيستهدف إن هو بيوفر دعم نقدي مشروط للمواطنين. يعني إيه دعم نقدي مشروط؟ أنا بديله مبلغ كل شهر بشروط معينة، إن أنت مثلا هتحافظ، ما فيش مثلا زواج مبكر لحد مثلا بياخد تكافل وكرامة، الأولاد لازم يكونوا في التعليم، لازم يكونوا في رعاية صحية معينة، بتابع خطواتهم في التعليم، هل في حد تغيب عن المدرسة، حد بطل يروح كده، فده كله يعني بيستهدف مشروط بمصلحته ومصلحة أهل بيته. بالظبط بالظبط، يعني ده بيخدم حاجة اسمها التنمية بالمشاركة. أنا بخدمك، بمكنك اقتصاديا، بديك فلوس، بس في نفس الوقت أنا عايز أخد حاجة تاني، فأنت لازم تساهم معايا. صحيح. فده بيأدي بشكل غير مباشر يعني، أو بيتضمن بشكل غير مباشر استثمار
عشان راس مال البشري في جودة الحياة كمان. بالظبط. يعني بيساعد الدولة بشكل أو بآخر إن هي تتغلب على قضايا معينة زي التسرب من التعليم، زي الزواج المبكر، يعني كذا حاجة. يعني بنخدم كذا شق في نفس الوقت. بص يا دكتور، أنا غلسة شوية، أنا عارفة. لا لا حضرتك كلمتنا إن إحنا ممكن الناس تتواصل معكم عن طريق الصفحات وعن طريق مراكز حياة كريمة اللي موجودة في كل المحافظات، بس إحنا برضو عاوزين رقم تليفون للتسهيل أكتر. واحدة ست مثلا مسنة قاعدة في البيت وما عندهاش القدرة لها لا إنها تنزل ولا اترصدت، يعني لشيء لسبب ما، تتواصل إزاي؟ حلو جدا. تتواصل من فريق المتطوعين. إحنا ما فيش قرية يعدي عليها اسبوع لازم في تدخل. لازم مثلا قافله طبيه، انا يا جماعه عندي مشكله، فيلاقي المتطوعين بيقولوا لبعض في بالظبط، هيوصل على طول للمركزي على طول، احنا في عندي مشكله كذا. هيلاقي مثلا قافله ثقافيه، يا جماعه انا عندي مشكله كذا. هيلاقي مثلا قافله مثلا تدخل اجتماعي من التضامن الاجتماعي ومعاها المتطوعين بتوعنا، انا عندي مشكله كذا. ليه؟ لان ده هو الاصدق، لانه العين اللي جوه اللي شايفه المشكله بشكل اكبر. على الاقل هيبقى في جار هيبلغ، هيوصل الخبر او المعلومه، في ابن جيران، في قريب، يعني الموضوع جداً. سهوله الوصول ليه موجود، مضمونه ومتاحه، لان احنا موجودين في القريه، احنا مش بعيد عنه، احنا مش ساكنين في برج وهو ساكن لا خلاص من بلد لبلد، ده انا جنبه. المتطوع ده ممكن يكون جاره، المتطوع ده ممكن يكون زميله في شغل، ممكن يكون قريبه. فعلى طول هتوصل المعلومه بشكل ابسط وبشكل ايسر، يعني حتى لو ما عندوش اي نوع من انواع التواصل التليفونيا احنا نوصل بالظبط. دكتور حمدي ممدوح، يعني عرفنا اكتر الغرض من اللي اطلقته الدوله اسمه الدعم المشروط. الدعم يعني المشروط يعني ايه الدعم المشروط؟ يمكن زي ما دكتور ندى ما قالت، هو بياخد دعم بس الدعم ده مش مجرد دعم مالي كده غير مشروط، لا. يمكن انا باكد على كلام دكتور ندى، هو انا بدي لك الدعم علشان تشارك معايا في بناء اسري، علشان ارفع من جوده الحياه، علشان امنع تسرب من تعليم، ما يبقاش على... في زواج مبكر، ما يبقاش مشروط ما عملتش ايه. بالظبط. طيب. تمام. ما في يعني مثلا امنع الدعم عنه لو ما التزمش بالظبط اقتصادي في نفس الوقت جدا. بعالج هو مضطر يلتزم بالزبط. اولا غصب عنه يلتزم عشان الدعم ما ينقطعش عنه بالظبط، ولازم يوفي بالشرط اللي عليه، ان هو الشروط ديت لمصلحته بالظبط. ما هي شروط كلها انسانيه وماشيه مع ترفع من جوده الحياه، بتقوم بتيسر عليه نفسه وحياته. التنميه بالمشاركه، المواطن جزء اساسي في التنميه، يعني هو بيشارك، يعني انا بدعمك اقتصاديا بس انت لازم برضو تشارك في عمليه التنميه معايا. في برنامج رعايه صحيه شامله للمراه وللطفل، ممكن برضو نتكلم عنه شويه برضو للمشاهدين يعرفوا عنه اكتر. بالظبط. هي المبادره دايما بتقدم قوافل طبيه مجانيه، احنا شايفين اعتقد صور معانا دلوقتي القوافل دي بتنزل كل قد ايه وفي كام محافظه تقريبا؟ ما فيش اسبوع بيعدي الا وبتلاقي كل محافظه مثلا فيها قافله طبيه او ثقافيه. يعني الموضوع لا ينقطع. بتعمل ايه وبعد كده بتكمل ازاي؟ احكي لنا. تمام. هي القوافل ديت كلها بالمجان، فيها تخصصات كتيره. يعني لو هنركز على محور الفقره بتاعتنا، هي يعني المراه والطفل بياخدوا حيز كبير منها. في عيادات تم افتتاحها للصحه الانجابيه وتوعيه المراه في سن الانجاب بالقضايا اللي تهمها. في قوافل برضو بالنسبة للطفل، يعني الطفل فيه مبادرات للكشف عن الإعاقة المبكرة قبل سن 5 سنين، كشف برضو عن الأمراض الوراثية يعني للأطفال حديث الولادة وكده. في برضو وكشف مبكر معناها ممكن وقاية بإذن الله أو علاج مبكر سريع فعال. بالظبط. انتوا لاحظتوا إقبال؟ يعني احنا بقالنا سنين بنقول بقى التوعية وكفاية اتنين وبتاع، لاحظتوا إقبال ومن الناس بقت فاهمة، بقت بتحب تعرف كتير عن صحتها؟ هو مش هقدر ادي حضرتك يعني احصائيه او كده، بس المؤشرات اللي ظاهره والاقبال على القوافل ديت بيؤكد ان هي ناجحه وبتلقى قبول لدى الجماهير. يعني بينتظروها يعني. يعني هي مجانيه كمان. انا اسف مقاطع دكتور، ولكن يمكن الاسبوع الماضي كان في بعض القوافل الطبيه في محافظه الجيزه، القافله بتقعد يومين بتوفر الكشف المجاني، بتوفر الدواء المجاني. برضو مع القافلة بيكون في عربية بتبقى مجهزة بالأشعة الوقتية في نفس الوقت. بتقعد اليومين
يعني بتكشف على مئات من الحالات المختلفة، سواء العيون، أسنان، أمراض النساء مثلا، الأطفال وغيرها من التخصصات المختلفة. طب بعد الكشف بيتكملوا معاهم، هل بيروحوا اللي عايز يروح مستشفى ويعمل عملية؟ طبعا بالظبط. في بعض التدخلات اللي بتحتاج تدخل جراحي، فالقافلة بتتم انها تحولها لأقرب مستشفى حكومية تقدر انها تكمل معاها او تتابع معاها الحالة، لان الحالة دي محتاجة متابعة. هو مثلا عنده مرض متطورة مثلا، بالظبط، محتاج تدخل جراحي مثلا، فعلى طول القافلة بتحوله لأقرب مستشفى حكومية علشان تكمل معاه خطوات المتابعة اللي الحالة دي محتاجاها، اللي هو شغل دكتورة ندى بقى اللي بتتابعي بعد كده كل ده بيوصل في قطاع صحي يعني كبير جدا. كلمة حق، الموضوع ما فيهوش إجراءات ورقية معقدة. لا لا بالعكس، ده يمكن المؤسسة بتسهل جدا عليهم. بالظبط، في قطاع صحي متكامل تبع المؤسسة هو اللي بيتولى الموضوع دوت، بيتولى برضو موضوع التسهيل لو حد محتاج جراحة عاجلة، لو حد مثلا يعني كنا شايفين في أطفال محتاجين حقن عاجلة الفترة، يعني في حاجات زي كده القطاع الصحي هو اللي بيتولى تسهيل الموضوع ده. هو في تكامل ما بين الجهات كلها في الدولة عشان تحقق النتائج المرجوة من مبادرة حياة كريمة. أنا يمكن هسأل سؤال منى بشكل تاني، يعني المبادرة تستهدف حوالي 60 مليون مصري، مظبوط؟ تواصلت أو وصلت لكام حد او كام او نسبه قد ايه من 60 مليون تقريبا، ولا هي حققت تواصل مع 60 مليون؟ المبادره هي هي وصلت لنسبه كبيره. المبادره يعني فيها كذا مرحله، يعني مش عايزين نقول احصائيات على قد ما نقول احنا شايفين ايه دلوقتي في الواقع. يعني احنا اي حد دلوقتي فينا ممكن يروح محافظته بيشوف اثر حياه كريمه على الارض، بيشوفها في الطرق، بيشوفها في الناس، بيشوفها على المدارس. يعني ممكن المدارس نقول اللي من اهم توسع انجازات مبادره حياه كريمه، يعني اسمحوا لي رايي الشخصي، ان هي حققت الوعي عند الناس، نقطه مهمه، الثقه بقى الثقه والمصداقيه، عارفين ان انتوا فعلا يعني بتنفذوا لاخر وقت وبتتابعوا معاهم. يعني دلوقتي هو مش بيشوف بس في الميديا ان انا بقول له بص احنا بنعمل ايه، لا هو في القريه بتاعته شايف بالظبط، هو شايف ان في قافله نازله له، في قافله ثقافيه نازله له، في مكتبه بتتفتح في القريه بتاعته، في مدرسه بتتجدد، في فصول محو اميه، في مشاريع اتعملت، بياخد تكافل غير عام، في كمان دورات رياضيه ودورات كره قدم وغيرها من المسابقات. ومش عايزين نحرق بعض المبادرات اللي هيتم الكشف عنها في الاسابيع المقبله، مش حرق يا فندم، ده خبر حاضر يطمن المشاهد. لكن في فعاليات كتيره جايه يمكن في الجانب الرياضي والجانب الثقافي اكتر كمان من اللي سبق. نبذه طيب. لا كده يعني اكتشاف مواهب مثلا، بالظبط، يمكن اكتشاف المواهب ده نقطه مهمه جدا ومحور من محاور العمل في المؤسسه ورعايتها ده يمكن اول مره نشوف مثلا ان التكامل بين الوزارات، ان بيكون مثلا مسؤول من وزاره التعليم مع مسؤول من وزاره الثقافه مع مسؤول من وزاره الاتصالات مع الشباب والرياضه مع قطاع خاص مع حياه كريمه مع جمعيه اخرى، الكل قاعد على ترابيزه واحده والهدف هو انه يخدم اهالينا في الريف. واحنا بنخدم ده وبننزل لكم بالكاميرا ستات معفوش يكذبوا، وهنجي لكم ونشوف كل ده ونتابع معاكم ان شاء الله. ويا جماعه الموضوع مش مجرد كلام في برامج، يعني اللي عنده اي شكوى بنقولها في كل القطاعات الموجوده في الدوله، بالظبط، سواء مبادره حياه كريمه او غيرها، يتواصل معانا ويشوف بعينيه ويشوف بنفسه النتائج هتبقى عامله ازاي، ويتواصل معانا في برنامجنا، لان احنا بيسعدنا نكون معاكم، احنا كمان عاملين تكامل معاكم في التواصل والوصول الاعلامي للمشاهد. انا بشكر الدكتور حمدي ممدوح ودكتوره ندى عبد الله من مبادره حياه كريمه على وجودهم معانا النهارده، ساعد صدركم للشرح اكتر بتفصيلات اكتر بمعلومات اكتر تهم كل مشاهد النهارده معانا بيتفرج وعاوز يستفيد وعاوز حياه كريمه. وان شاء الله بدانا بالفعل نحقق خطوات كبيره في ان احنا يكون عندنا كلنا حياه كريمه. طورتوا الدنيا كلها حضرتك. شكرا جدا. في نهايه الفقره بقى اسمحوا لنا نروح لفاصل سريع، نرجع من بعده فقرتنا الاسبوعيه زي كل يوم سبت مع الحاجه ياسمين الحصري نور برنامجنا، والنهارده كانت وعدتكم انها هتجاوب على اكبر كم من اسئله المشاهدين والمتابعين على صفحتنا. النهارده بالفعل هتوفي بوعدها كالعاده نور البرنامج جبره الخواطر الحاجه ياسمين الحصري بعد الفاصل، خليكم معانا.